أقدمت مصالح الفلاحة بولاية عين الدفلة على تفريغ مخزون مادة البطاطا من غرف التبريد وبيعها مباشرة للمواطن بسعر لا يفوق 50 دينار جزائري. لا بعنا بطاطا كل يوم، من ذاك يخرجون البطاطا يبيعونها سامل 5000 للكيلو، ورانا ندو كل يوم ان شاء الله، ماناش مخصوصين في ذي الساعة والحمد لله. 5000 رانا في بوراشد، 5000 البطاطا. وضخ كميات معتبرة في سوق الجملة للخضر والفواكه ببوراشد لكسر المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. البطاطا كاينة ب 5000، ما نروحوش تضارب أكثر وأكثر، 5000 كاينة، كاينة البطاطا لكل الشعب الجزائري، راهي موجودة في كل المناطق الولاية إن شاء الله. إن شاء الله غدوة نخرجوا للسوق هذا السلعة نبيعوها ب 5000. 10 كيلو ساشية سيكون 100 دينار جزائري، وغدوة نخرجوا الأسواق إن شاء الله صباح. خرجوا باش نبيعوها، باش نبيعوها للشعب هذه. وفي زيارتنا إلى سوق الجملة ببوراشد في الساعة الأولى للفجر تفاجأنا بالأسعار المرتفعة لمادة البطاطا. سوق بوراشد 5000 ما كانش في الفريقه، وتم يحسبوا فيها 11000، 10500 في الفريقه، 10500 قفلوا 10000. ايوا في البحيره 10000. ايوا في الفريقه زان فريقو دروك تروح للفريقو، دروك تروح للفريقو يقول لك 9.5 10000. شكون عطيني اسم تاع الفريقو اللي يقول لك 9000؟ عطيني اسم تاعه، شكون باريزون؟ قول لي شكون نعرفهم كاع. انا ما نعرفش مارين فريقاوات، انا نجد صافي ما تعرفهمش. لو كان نجيبها لك ب 5000 الفريقو شحال تبيعها؟ انايا نبيعها 5060 دولار. قول والله والله غير نبيعها 5060 دولار. والله العظيم غير اليوم تدي البطاطا ب 5000 وباعها ب 5060 دولار. والله غير البطاطا خزنتها الدوله والشعب ياكلها ب 10000. اي السوق ياكل في النهار 40 كاميو، وهو مدخل زوج كماين، زوج كماين تديهم للدوار، نبر الدوار التالي يكملهم هنا في بوراشد. مين دوار هنا في بوراشد زنقه تاليه، الدوار التالي يكملهم. الانسان ما يشريهاش لولاده. انا اليوم راني نتكلم ونقول باللي البطاطا اللي تخرج للمواطن ويشريها باه يروح ياكلها، ماشي باه يروح يقيسها. وكال المواطن هذه اعاده البيع، هذه اصلا 6000 توصل للمواطن، هذه اذا تشريها ب 6000 دارك. لا هذه القضيه تاع باش انسان يجيب حاجه غير مقبوله للماكله، انا ماذا بيا اليوم لو كان صبحوا هنا معانا صحاب التجاره اللي هما اللي يعرفوا النوعيه. بعدها تم توجيه تجار الجمله الى غرفه تبريد ببلديه بوراشد لتموينهم بماده البطاطا بسعر 50 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد. حسبونا السلعه ب 5000، قول لك براد لها سومه 5060 دولار، كل بربي ان شاء الله يتحل. وباقي يا ربي يا ربي باقي سمعنا 10 ايام البطاطا باذن الله، 10 ايام بلافو. وتهدف هذه الاجراءات الى اعاده ضبط الاسعار وكسر المضاربه بعدما عرفت اسعار ماده البطاطا ارتفاع جنوني غير مسبوق، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد الى 150 دينار جزائري.